الآن أبنائي سوف نتحدث عن تقاطع مستويان في الفضاء. قال السؤال هو عين تقاطع مستويين P و Q في الحالة التالية. إذا عندنا الحالة الأولى، نتابع جيدا أبنائي نقطة بنقطة. عندنا أعطي لنا P و Q اللي هما مستويان في الفضاء، ها هم أمامكم، نتابع جيدا. معناه نعرف الوضعية، وضعيتهم يعني هل هما متوازيان أم متقاطعان أم متطابقان. لو نلاحظ جيدا هنا إلى P شعاعه الناظم، إذا قلنا N P، ما هي قيم أبنائي؟ اللي هي واحد وواحد، ماذا؟ وواحد، هكذا. إلا أنه يمكن أن ننقل هذه إلى هذه الجهة، ماذا تصبح لكم أبنائي؟ تصبح لنا X زائد Y زائد Z ناقص 4 يساوي الصفر. نأتي الآن إلى N Q والشعاع الناظمي للمستوي Q، ما هي قيم أبنائي؟ لاحظوا هي 3 و3 و3 اللي هي القيم مضروبة في الإكس والإيكغراك والزد. إلا أنه لو نلاحظ جيدا إلى تلك المعادلة، أولا ركزوا إلى أشعة، إلى الأشعة، تعالوا نكتب هنا أشعة مركبات الشعاع انكي اللي هي 3 3 3. لاحظوا لو نقوم بقسمة 3 على 1 كم؟ أكيد هي 3. إذا نكتب هنا كذلك 3 ونكتب كذلك 3 ونلاحظ هل يوجد لنا تلك الثابت. 1 في 3 يعطينا 3، 1 في 3 يعطينا 3، 1 في 3 يعطينا 3. إذا الكا هو موجود، كم يساوي أبنائي؟ هو إذا هو 3. ومنه ماذا يمكن أن نقول؟ ومنه أن نقول أن P يوازي أن Q، معناه الأشعة كيف هي متوازية. إذا ما معناها؟ معناه P يوازي Q، ركزوا جيدا. لكن لو ندقق جيدا إلى المعادلتين اللي هي معادلة المستوي P والمستوي كي، دققوا جيدا أبنائي، لاحظوا إلى هذه المعادلة ولاحظوا إلى المعادلة التي قبلها، نتابع. إلا أنه سوف نقول بنقله، ماذا؟ بنقل العدد 4 إلى الطرف الآخر وندقق بينهما. لاحظوا لو نأتي الآن وننقل الأربعة هذه إلى هذا الطرف، أكيد سوف تصبح لنا هكذا، تصبح لنا ناقص تساوي الصفر. لو نقوم بقسمة هذه المعادلة اللي هي معادلة الكي، نقسمها أبنائي على العدد 3، لاحظوا هنا على 3 وهنا على 3 وهنا على 3 وهنا على 3، ماذا ينتج؟ أكيد سوف ينتج لنا هذا العمل، لاحظوا سوف ينتج لنا إكس زائد Y زائد Z ناقص 4 يساوي الصفر. لاحظوا بين هذه المعادلة وبين هذه المعادلة إنهما متساويتان. ومنه ماذا يمكن أن نقول؟ بعدما كان متوازيان هذا المستويان، لكن هما في الأصل متوازيان، لكن بما أن المعادلتان متساويتان، إذن Q ينطبق على ماذا أبنائي؟ على P. كيف ينطبق؟ معناها هو الشكل، لاحظوا أبنائي نقطة بنقطة حتى تلاحظوا وضعية المستويات في الفضاء. معنى هذا المستوي إذا سميناه Q وهذا مستوي P، هذا المستوي يا أبنائي سوف ينطبق، يعني يكون هنا. بعدما ربما كان يظهر أنه متوازيان، لكن وفي الأصل ليس متوازيان، إنما هما منطبقان كما تلاحظون هكذا أبنائي، لأن لهما نفس المعادلة فقط. هذه فيما يخص الحالة الأولى. سوف نأتي الآن أبنائي إلى الحالة الثانية، لاحظوا جيدا. في الحالة الثانية اللي هي B، عندنا كذلك معادلتان، تابعوا، معادلة البي ومعادلة الكي. نلاحظ
أولا نلاحظ إلى أشعة نقول دائما قلت هذا الأربعة إلى الطرف الآخر حتى تبدأ معادلة صفرية، معناها هكذا ناقص تساوي الصفر. ان كي لاحظوا إلى الان كي اللي هو الشعاع الناظم للمستوي كي اللي هي 3 و3 و3، وان بي ما هي مركبته اللي هي 1 1 1. الأشعة تظهر أنها مرتبطة خطيا، لماذا؟ لأن لو نضرب 3 1 في 3، لاحظوا في 3 يعطي لنا 3، وهذا كذلك لو نضربه في 3 يعطي لنا 3، وهذا لو نضربه في 3 يعطي لنا 3. ما معناه؟ معناه أن ان كي مرتبط خطيا، معناه يوازي ماذا؟ ان بي، عفوا نكتبها هنا صغيرة هكذا. الآن لكن نلاحظ أن كذلك لو نقوم بقسمة المعادلة، معادلة المستوي كي على 3 أبنائي، لاحظوا جيدا ماذا ينتج لو نقسم هنا على 3 وهنا على 3 وهنا على 3. أكيد سوف نجد إكس زائد إيغريك زائد زاد زائد 4، هنا نسينا الصفر، تساوي الصفر. دققوا بين هذه المعادلة وهذه المعادلة، هل هما متساويتان؟ لا. وجه الاختلاف أين هو؟ في دي، هو في هذا العدد، لاحظوا هنا ناقص 4 وهنا 4. ماذا يمكن أن نقول؟ بما أن الناقص 4 لا تساوي الأربعة أبنائي، معناها المستوي بي يوازي المستوي كي. في الحالة الأولى التي تحدثنا عليها هذه قلنا أنهما منطبقان. الحالة الثانية أن وجود اختلاف في الدي، ها هو الدي اللي هو الأربعة والناقص 4، لأن أي معادلة مستوي تكتب أ إكس زائد بي إيغريك زائد سي زاد زائد دي يساوي الصفر. وجه الاختلاف حدث هنا في الدي، معناه كيف هم المستوي بي والمستوي كي هما متوازيان أبنائي، معناه أن هذا المستوي كي يكون هنا. وأشعة حتى نعرف أنه متوازيا، معناها الأشعة كذلك تكون متوازية يعني مرتبطة خطيا، معناها هذا الشعاع هكذا اللي هو، وهذا شعاعه كذلك هكذا، حيث هذا هو ان كي اللي هو المستوي كي، وهذا هو ان بي اللي هو المستوي بي بهذه البساطة. الآن هذه الحالة، نتحدث الآن عن الحالة التي بعدها، نتابع جيدا. في الحالة التي بعدها أبنائي سوف نلاحظ هل هما متقاطعان أم مازالا متوازيان بهذه الحالة، نتابع. ها هي أمامكم. أولا أول شيء نأتي إلى أشعة الناظمية. الأشعة الناظمية هنا ان كي ما هي مركباته لي؟ 1 1 1، وان بي مركبته ما هي؟ هي 2 وناقص 1 ماذا؟ و1. لو نلاحظ هنا جيدا أبنائي ونقوم بقسمة هذا العدد اللي هو 2 على 1، كم تعطينا النتيجة؟ 2 على 1 تعطينا 2. الآن نكتب الاثنان هنا والاثنان هنا، هل نلاحظ أنهما مرتبطان خطيا أم لا؟ 1 في 2 كم؟ 2، الأولى حققت. 1 في 2 كم؟ 2، لكن هنا كم؟ ناقص 1، ومنه لا يوجد ثابت. ما هو الثابت؟ ك، الذي يجعل ماذا؟ الذي يجعل معناه أنه تصبح ان كي لا يساوي ك في ان بي، لا يوجد تلك الثابت. أي ماذا؟ أي المستوي بي لا يوازي ماذا؟ المستوي كي. أي ماذا أبنائي؟ بما أنهم غير متوازيان، أي متقاطعان وفق ماذا أبنائي؟ وفق مستقيم. إذن تقاطع مستويان أكيد سوف يولد لنا مستقيم. في هذه الحالة معناه لا يكون مستوي ك
كي إنما يكون المستوي الآخر الذي هو المستوي أكيد يكون لنا عفوا يكون لنا المستوي قلت متابع يكون مستوي R. يعني هنا حتى نتعلم أن تقاطع مستويان تقاطع مستويان أبنائي يعطي لنا مستقيم بهذه البساطة. ها هو المستقيم الذي ينتج عن تقاطع مستقيمة مستويان في الفضاء أكيد. ها هو المستقيم. إذن معناه تقاطع هذا المستوي هذا المستوي R هذا المستوي R والمستوي مثلا Q أو P ها هو كذلك تقاطع مستقيم آخر. ها هو أبني الناتج عن تقاطعهما. كما كذلك لو نقوم برسم ها هو مستوي لاحظ ها هو مستوي وها هو مستوي آخر لاحظ ها هو مثلا مستوي آخر هما متقاطعان وفق ماذا؟ أكيد وفق وفق مستقيم ها هو أمامكم. يبقى حالة التعامدية اللي هو مستويا متعامدا دائما هو متقاطعا إلا أن الزاوية المحصورة بينهم هي 90 درجة يعني هما متقاطعان. الآن أبنائي كيف يمكن لنا إيجاد تلك التمثيل الوسيطي؟ ركزوا أرجوكم. وكأنما تصبح هنا هذا المستقيم كأنما مستقيم معرف بمعادلتين ديكارتيتين لمستوي. نتابع جيدا هنا أبنائي لإيجاد التمثيل الوسيطي. إذن إيجاد التمثيل الوسيطي للمستقيم الناتج عن تقاطع P مع Q هذا المستوي. هنا بكل بساطة ما علينا أبنائي إلا أن نقول نضع لاحظوا نضع T يساوي ماذا؟ يساوي لنا زد T يساوي زد. تابعوا جيدا كيف تتم العملية أبنائي. نقوم بتثبيت مثلا الزد ويمكنكم أن تثبتوا الإكس وتثبتوا الإيجريك. ركزوا. إذن هنا لما نثبت نضع هنا تي ونضع هنا تي المطلوب هو إيجاد الإكس والإيجريك والزد بدلالة تي. ماذا ينتج أبنائي؟ لاحظوا نقطة بنقطة حتى تتعلموا إلى هذه الأمور الهامة. ركزوا أرجوكم. تابع يا ابني. ها هي المعادلة الأولى وها هي سوف نقوم بإتيان بالمعادلة الثانية. ها هي أبنائي لاحظوا نقطة بنقطة حتى تتعلم. ها هي المعادلة الثانية وتعالوا نقوم بحساب نقطة بنقطة. نتابع. ها هي معادلة وها هي أخرى. كيف الآن يمكن استخراج قيمة الإكس والإيجراج بدلالة التي؟ ما رأيكم الآن أبنائي لو نقوم بعملية الجمع؟ تصبح إكس زائد ماذا؟ زائد اثنان إكس تعطي لنا ثلاثة إكس ونجمع هذا بهذا كم؟ لاحظوا أبنائي إيجراج ناقص إيجراج يعطي لنا زائد صفر وعندنا تي زائد تي يعطي لنا اثنان تي وعندنا اثنان يبقى لنا هنا الاثنان يساوي الصفر. ننقل هذاني إلى هذا الطرف يصبح لنا 3 إكس يساوي ناقص 2 تي ناقص 2 ومنه ماذا إكس يساوي أنه بما أن هذا مجهول هذا مضروب في الإكس يذهب إلى المقام تصبح ناقص 2 على 3 تي ناقص ماذا ناقص 2 على 3. ها هي قيمة أبنائي قيمة الإكس. بقي لنا ماذا الآن؟ قيمة الإكس قد ظهرت والزاد قد اتفقنا عليه. ها هو أنه زاد يعني حتى تعلموا زاد يساوي تي تحدثنا على هذا زاد يساوي تي. بقي لنا ماذا؟ بقي لنا الإيجراج. ما رأيكم أبنائي لنتخلص الآن من الإكس
في هذه المعادلة بالجمع. ما رأيكم أن نقوم بضرب المعادلة هذه الأولى في ناقص 2؟ هذه كليا نضربها في ناقص 2، ماذا ينتج أبناء؟ لاحظوا جيدا، ينتج أنه تصبح لنا ناقص 2 إكس ناقص 2 إيغراك ناقص 2 تي يساوي الصفر، ونأتي بالمعادلة هذه معها ونقوم بعملية الجمع مثل ما فعلنا في الأول. لاحظوا جيدا، هنا كذلك لن نتخلص من الإكس بالجمع، أنه تعطي لنا ماذا؟ ركزوا، أو بالجمع هذا يذهب مع هذا، ناقص 2 إيغراك ناقص إيغراك يعطيها ناقص 3 إيغراك، وعندنا لاحظوا ناقص 2 تي زائد تي يعطي لنا ناقص تي أكيد، وعندنا زائد 2 يبقى لنا زائد 2 يساوي الصفر. ننقل هذا إلى هذا الطرف وهذا إلى هذا الطرف، تصبح ناقص 3 إيغراك يساوي لنا تي ناقص 2، ومنه ماذا؟ ومنه إيغراك يساوي لنا هذا العدد، سوف يذهب إلى المقام هنا، تصبح لنا ناقص 1 على 3 تي زائد 2 على 3، لأن هذا الناقص مع الناقص الآخر يذهب. الآن ها هو ظهر التمثيل الوسيط لتلك المستقيم. ما هو التمثيل الوسيط للمستقيم الناتج اللي هو المستقيم مثلا نسميه دي؟ يصبح هكذا أبنائي، إكس يساوي ماذا؟ إكس يساوي لنا ناقص 2 على 3 تي ناقص 2 على 3، إيغريك يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا ناقص 1 على 3 تي زائد 2 على 3، وعندنا كذلك زاد اتفقنا عليه أنه يساوي تي، مع تي هو عدد حقيقي. بهذه البساطة هذا هو التمثيل الوسيط للمستقيم دي الناتج عن تقاطع ماذا؟ عن تقاطع مستقيم مستوي، يعني ها هو مستوي كما قلت، ها هو مستوي، وعندنا مستوي مثلا آخر أبنائي، ها هو تلك المستوي، لاحظوا جيدا سوف نلاحظ، إذن عندنا ها هو مستوي آخر، تقاطع بينهما سيولد لنا هذا المستقيم الذي نتحدث عليه. الآن كيف نتأكد أننا نحن على صواب؟ يعني هل الشيء الذي وجدناه هل هو صحيح أم لا؟ لمعرفة ذلك أبنائي ما علينا إلا إتيان بهذان المعادلتان، ثم نقوم بماذا؟ إلا أنه سوف نقوم نقول ما هو الشعاع التوجيه لهذا المستقيم دي؟ هذا الشعاع التوجيه أبنائي الذي وجدناه هو U مركباته القيم المضروبة في الوسيط T، اللي هي ناقص 2 على 3 وناقص 1 على 3 و1. كيف نعرف أنهم نحن على الصواب؟ نأتي بشعاع الناظم للآن P اللي هو 2 وناقص 1 و1، ونقوم بحساب الجداء السلمي. إذا وجدناه صفر نحن على صواب، إذا لم نجده صفر فنحن على خطأ. نقول ان بي سلم اي يساوي، يصبح هذا في هذا كم أبنائي؟ يصبح لنا ناقص 4 على 3، وعندنا هذا في هذا كم؟ زائد 1 على 3، وعندنا هذا في هذا كم أبنائي؟ زائد 1. نوحد المقامات، هنا 3 وهنا 3، تصبح أنها 4 على 3 و 4، إذن تذهب هذه مع هذه تعطينا الصفر. إذن أي يعامد ماذا؟ يعامد أم بي. كذلك بنفس الخطة مع الشعاع الثاني، لو نحسبها كذلك نجدها صفر، لو نقوم بهذه العبارة هنا نجعل هنا 1 1 1، إذن تصبح هذا في هذا كم؟ ناقص 2 على 3، وهذا في هذا كم؟ ناقص 1 على 3، وهذا في هذا اللي هو زائد 1، لو نجمع تعطينا ناقص 3 على 3 تعطي لنا 1 ناقص 1 ويساوي الصفر. إذا نحن على صواب، لماذا؟ لأن هنا لو نلاحظ حتى هنا عندنا في الشكل أبنائي، ركزوا، ها هو لاحظوا، ها هو نتابع، ها هو شعاع التوجيه لتلك المستقيم، هذا هو شعاع توجيه تلك المستقيم الناتج، وها هو شعاع الناظم للمستوي الأول. ما هي الشكل الذي وضع بينهم؟ معناه الزاوية هي 90 درجة، ها هي أمامكم.
الآن هذا مع الأول، مع الثاني الشعاع الناظمي للمستوي الثاني أكيد كيف يكون لو يعني نأتيكم ونضعه مثلا هنا يخرج يعني يصبح له 90 درجة، يكون هكذا أكيد يكون 90 درجة مع الشكل الآخر ربما يظهر لكم يظهر أنه متوازيًا، هو في الأصل لا، هو في الأصل أنه واحد جاء هكذا أبنائي كما تلاحظون، واحد في الشكل يظهر في الأصل هكذا والآخر يظهر هكذا. إذن كيف هما؟ هما بكل بساطة هما متعامدان، أو يمكن أن نشرح ذلك هنا في الشكل. ها هو أمامكم كذلك أبنائي لو تدققوا، ها هو الشعاع الناظمي للمستوي وها هو شعاع التوجيه للمستقيم. لاحظوا الشكل الذي يصنعونه، يصنعون 90 درجة. كذلك مع المستوي الآخر، لاحظوا هنا لو نقوم برسم شعاع الناظمي المستوي الآخر كذلك مع شعاع التوجيه يعطي لنا 90 درجة. هكذا أبنائي قد تعلمنا ماذا كيف لتبقى لنا الحالة الأخيرة. لاحظوا جيدا، ها هي الحالة الأخيرة كذلك بنفس الخطة. معناه كيف بنفس الخطة؟ أولا نأتي إلى الأشعة، هل هي مرتبطة خطيا أم لا، يعني للمستوي الأول والمستوي الثاني. لاحظوا جيدا، ها هي المعادلة. نلاحظ هل إذا آن كي اللي هي واحد ناقص واحد واثنان وماذا، والآخر اللي هو آن بي كم ناقص ثلاثة واثنان وواحد. نلاحظ أن لو نقوم بقسمة ناقص ثلاثة على واحد تعطي لنا ناقص ثلاثة. لو نضع هنا الناقص ثلاثة والناقص ثلاثة ونجرب، ناقص واحد في ناقص ثلاثة كم؟ ثلاثة، وهنا كم أعطت لنا؟ أعطت لنا اثنان، إذا لا يوجد تلك الثابت. إذا ماذا نقول؟ أن الأشعة غير متوازية، معناه P يقطع Q وفق ماذا؟ وفق مستقيم مهما كان، لأن الأشعة غير مرتبطة خطيا. لإيجاد تلك المستقيم ما علينا بنفس الخطة مثل ما كنت أفعل في الأول، قلت نثبت واحد من الاثنان، قلت دائما نقول نضع زاد يساوي تي، إذا هنا تي وهنا تي، ويمكن أن نتخلص كذلك كيف نتخلص من الإكس لنجد الإيجراج وكيف نتخلص من الإيجراج لإيجاد الإكس. جربوا ذلك بكل بساطة. عندنا كذلك أبنائي ها هو أمامكم شيء حتى يكون الأمر جد واضح، عندنا هو تمرين آخر. لاحظ في هذا التمرين كذلك قال نعتبر المستوي بي وكي يشمل اي ناظم له، والمستوي كي كذلك أعطيت لنا معادلته. بين أن المستويين بي وكي متعامدان. عندنا مستويان، كيف نثبت أنهما متعامدان؟ أكيد بما أنهما مستويان متعامدان معنى الأشعة تكون كذلك الجداء السلمي يساوي الصفر. معناه نقول أن، لاحظوا أن هنا أعطي لنا U، إذن U سلمي ماذا؟ إذا سمينا هذا N Q يساوي، نأتي بالشعاع التوجيه اللي هو ناقص اثنان وواحد وخمسة، والثاني ما هو اللي هو الواحد والاثنان والزاد لا يوجد، إذن نعطي له الصفر، تساوي هذا في هذا اللي هو ناقص اثنان، وهذا في هذا اللي هو زائد واحد، وهذا في هذا هنا اثنان، عفوا اثنان، اثنان في واحد اثنان، زائد صفر تساوي الصفر. ومنه ماذا نقول؟ ومنه بي يعامد كي. بما انهما متعامدان معناه كيف هما؟ في الاصل كذلك هما متقاطعان لانه هو حاله استثنائيه التعامد. وفق اكيد وفق ماذا؟ وفق مستقيم، لا نعرف من هو هذا المستقيم. الآن بين أن تقاطع المستويين P وK هو مستقيم، تقاطع يعني تعامد، هو المستقيم دالتا الذي يشمل النقطة وشعاع توجيهه هو V. لاحظوا بهذه البساطة، هنا أمر جد بسيط. كيف يمكن السؤال أبنائي؟ بأبسط طريقة نتابع. إذا قلنا نقول بما أن P
يعامد كي أي أنهما متقاطعان. الآن كيف نعرف؟ قال هو أن سي، لاحظوا سي تكون أكيد حتى يكون يشمل هذا المستقيم، هذه النقطة سي يجب أن تكون أن ماذا؟ أن هذه سي لما نعوض إحداثيها هنا نجد صفر، أنها تنتمي إلى المستوي الأول، كذلك تنتمي إلى المستوي الثاني. إذن كيف نفعل أبنائي؟ سوف نعوض، تعالوا نعوض الآن، تصبح لنا ماذا؟ ناقص 1 زائد 8، لاحظوا هنا زائد 8 نعوض، الزائد لا يوجد يعني زائد 0 لأن زائد لاحظوا ناقص 7، لأن الزائد لا يوجد، إذن هذه القيمة تضرب في الصفر، يعني لا يوجد لها في أين تعوض؟ هذا يذهب مع هذا مع هذا تساوي لنا كم؟ تساوي لنا الصفر. إذن سي تنتمي إلى كي. تبقى لنا السي كذلك أبنائي نعوض ماذا؟ لكن لا يوجد لنا معادلة للمستوي. بما أن لا يوجد لنا معادلة ما علينا إلا استخراج معادلة المستوي كي. مستوي كي بي علينا أن نستخرج له ماذا أبنائي؟ معادلة تصبح هكذا، هو يشمل النقطة بي، إذا تصبح بي إم سلم إي يساوي الصفر، يصبح إكس إيغريك وزاد ناقص 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 إحداثيات البي اللي هي 1 وهنا زائد 2 وهنا ماذا؟ ناقص 1 سلم إي اللي هو ناقص 2 و1 و5 يساوي الصفر، تصبح لنا ماذا أبنائي؟ تصبح لنا ناقص 2 إكس زائد 2 زائد إيغريك زائد 2 زائد 5 زاد ناقص 5 يساوي الصفر، تصبح ناقص 2 إكس زائد إيغريك زائد 5 زاد، لاحظوا جيدا بكل بساطة، وعندنا هذه مع هذه 4 مع ناقص 5 ناقص 1، هذه هي معادلة ديكارتية للمستوي بي. الآن نأتي ونعوض إحداثيات النقطة سي هذه هنا، ماذا ينتج أبنائي؟ ينتج ناقص 1 في ناقص 2 تعطينا نائلا، وأربعة في زائد نعوضها في ديكراك 4، والزاد اللي هو ناقص 1 في 5 يصبح لنا ناقص 5 ناقص 1 وتساوي لنا الصفر. ومنه ماذا يمكن أن نقول؟ ومنه نقول سي تنتمي إلى بي، هذه الأمر الأول. الآن ركزوا أبنائي، النقطة أصبحت تنتمي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أني قلت يجب أن تكون شعاع التوجيه لهذا المستقيم عمودي على أشعة النظمية المستوي الأول والثاني، والثاني كما كنت أشرح من قبل. معناه نقول إي سلم في يجب أن نجده يساوي صفر، يجب، ما معنى؟ تصبح لنا هكذا، تصبح لنا الإي مركبته ناقص 2 و1 و5 سلم ماذا؟ الفي اللي هي 2 وناقص 1 و1 تساوي، لا نقول تساوي صفر بل نبرهنها، هذا في هذا تصبح ناقص 4 وهذا في هذا ناقص 1 والآخر يساوي 5 وتساوي الصفر. إذن ماذا؟ إي يعامد في، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني كذلك نقول هنا أن كي سلمي في يساوي، الآن كي ها هم مركبته هما القيم المضروبين في المجاهيل هي 1 و2 و0 والفي اللي هي 2 ناقص 1 و1 تساوي، هذا في هذا إذا تساوي لنا 2 ناقص 2 زائد 0 وتساوي الصفر. ومنه أن كي يعامد في، إذا الشرط الأول شرط الانتماء يتحقق، والشرط الثاني شرط التعامد يتحقق. ومنه ماذا نقول؟ ومنه المستقيمان بي وكي متقاطعان وفق المستقيم الذي يشمل هذه النقطة وشعاع توجيهه هذا المستقيم في بهذه البساطة المطلقة فقط.